اسمع اسمع، هذه اول قصة راح اقولها في افتتاح ركن الاطفال. سلام يقول كان في طفل، تمام، سلام، ويحب شجرة مرة، وكان كل يوم يراود الشجرة، يعني يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي عند الشجرة، سلام تمام. وجاء يوم من الايام كبر وصار عمره يعني 15 كذا، فهي زعلت انه صار ما يجيها، تمام. سلام فسألته ليش ما تجي الشجرة، سألته ليش ما تجي، قال لها والله انا احاول اني اشتغل عشان اجمع فلوس وما احصل شغلة اشتغلها. قلت له خلاص شيل التفاح اللي فيه، تمام، وروح بيعه. اخذه وراح باعه، تمام. دقيقة يا مسفر، همشي وباع التفاح. ومرت الايام وغاب، وجاها بعد فترة سلام. قال لها والله صار الوضع يحتاج اكثر. قلت له خلاص باقي شوي تفاح خذه وروح بيعه. جميل. وراح باع التفاح يا ولد، ورجع لها بعد فترة وهي زعلانة انه غاب عليها، هي مرة تحبه الشجرة، تمام. جميل. مرت الايام اختفى الرجال، جاها بعد فترة وصار كبير، تمام. تمام. قال لها برضو انا الحين تأزمت وابغى فلوس وما ادري من وين اجيب. قلت له خلاص خذ الاغصان حقي وقطعها وبيعها، تمام، او سوي بها بيت. ليش تخربها كذا يا عبد الله؟ لا هذيك ما تشب، انت لقيتي تحت القمر بتشب كذا عندك، اما هذا العين ما تشب كذا. اهم شيء يا عبد الله، ايه، قالت له خلاص هي الاغصان حقي وابن البيت، وبنى بيت وغاب وهي زعلت. جاها بعد فتره، تمام، قالت له ودي اساعدك ولكن الثمار واخذت. ايش؟ ولا اخذت يعني الثمر حقي، اخذت كل التفاح وبعته وقطعتني، تمام، يا سلام، وبعت كل شيء، باقي غصني بس، خذ لك وعيش حياتك. اخذها الغصن الكبير. حلو. وجاها بعد فتره وهو شايب، وجلس معاها يسولف. قلت له ليش تغيب عني زي كذا، تمام. تمام. الين سالته، قالت له هذه، قالت له تمام الشجره، قالت له ايش تحتاج مني؟ قال لها اصلا ما احتاج شيء لانه اساسا رجال كبير وتعبان. قلت له خلاص اجلس عندي وارتاح. مين تتوقع هذه الشجرة؟ مين؟ هذه الأم. سبحان الله. تعطيك كل ما عندها وتحاول تجيب لك أشياء وتعطيك لين ما تنميك وتصير كبير وهي تبقى جنبك، وتصير شايب رجال كبير وهي واقفة معاك وتدلعك كأن عمرك 5 سنوات أو 6 سنوات. صح. فهذه القصة يعني الأطفال لو تعلموها عن الأم شيء عظيم. صدقت. الله يحفظ امهاتنا وجميع امهات المسلمين يا رب. يلا يلا عبد الله، في فقره في الهنجر مع الشباب. يلا يلا. الله.